السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة بجاية ونشوف إقامة، يعني واحدة من أجمل الإقامات اللي شفتها في الجزائر، وما يعني عندها ذات بعد عالمي من ناحية التصميم يعني. وهذه التصميم، هذا النوع من التصميم هذا هو اللي راه رائج حاليا في العالم، حيث أنه يسمى الكلادينج 3 ديمونسيونال، يعني ان كلادينج ثلاث أبعاد ثلاث أبعاد. خرجنا من هذاك الكلادينج تاع زجاج والسيراميك ومنا، ودخلنا في مرحلة يعني التغليف ثلاثي الأبعاد. رائع رائع. نشوفوا أحياء كثيرة في مدن أخرى في العالم، لكن للأسف الشديد هنا في الجزائر نفس الملاحظة نقولها عن كل ولايات الوطن، ما عندناش أحياء مخصصة للترقية العقارية وفيها يعني كل البنايات ملايمة في مكان واحد وتمد لنا حي أو مدينة، أو يعني ما عندناش هذا التصميم العام لوربانيزم، لأنه كاين فرق بين الأوربانيزم والأرشيتكتور. الأرشيتكت يسوكيب دو لا كونستركسيون، الأوربانيست يخمم الحي، البيزاج، المدينة، يعني التصميم تاع المساحة. للأسف نشوف هذه الإقامة الرائعة، وهذا المطور العقاري والله حبذا لو كان مطورين عقاريين في الجزائر عندهم نفس العقلية كما هذا المطور هذا، اللي يعني دار زوج تجارب رائدة في الجزائر. التجربة الأولى هذه الإقامة، والتجربة الثانية كان إقامة أخرى بطريقة بناء أخرى مبدعة مبتكرة راقية في مشروع آخر سوف نتكلم عليه في فيديو آخر. نترككم مع هذا تتمتعون بالنظر إلى هذه الإقامة الجميلة جدا الواقعة في مدينة بجاية، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.